ومرة إذا كان مازالت العرض موجود نعاودوا مرة أخرى. نعاودوا مرة أخرى. واضح هكا وصلنا لختام لقانا اليوم من حديقة البيت. أجمل تحية كامل للفريق سمير تقطق على مستوى الإخراج التقني، حبيب كريم على مستوى استقبال المكالمات الهاتفية، عبد الجواد فريد على مستوى الاستقبال، علي قريعة وحنين بن جماعة أتمنوا لكم أحلى الأوقات. فدوى الجربي تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية وبعدها يطلع عليكم النور الشعري وكامل ما تبدلوش الموجة إلى اليوم. العاشرة صباحا تونس صباح اليوم المناضلة الوطنية وأحد أبناء الحركة الوطنية